مدينة مكلا، عاصمة حضرموت اليمن، لؤلؤة وريحانة البحر العربي وملهمة الشعراء. أخذت من البحر زرقته ومن السحاب نصاعته وبياضه. أطلق عليها الكثير من الأسماء مثل الخيصة وبندر يعقوب، نسبة إلى الرجل الصالح يعقوب بن يوسف الذي يقال أنه قدم إليها مهاجرا من بلاد الرافدين في القرن 12 وعاش ودفن فيها. وذكرت مصادر تاريخية أن المدينة كانت تسمى الخيمة، ويرجع البعض التسمية الحالية لمدينة المكلا إلى الاشتقاق من الفعل كلأ أي حفظ ورعى، وكلمة المكلا تعني الميناء أو المرسى. منذ تأسيسها كانت سباقة في العديد من مظاهر المدنية، فقد رصت في مينائها أول باخرة عملاقة في العام 1877، وفي عام 1828 شهدت ظهور أول عملة معدنية وورقية زمن الإمارة الكسادية. أما مرفأ المكلا الحديث فأنشئ عام 1912، وكان مخصصاً في ذلك الوقت لاستقبال السفن القادمة من الهند والمدن المجاورة، إضافة إلى استقبال السفن القادمة من شرق أفريقيا. وفي العام 1937 شهدت المكلا تأسيس أول إرشيف إداري، وأدخلت إليها أول مطبعة في العام 1948، كما أنشئت فيها أول مدرسة إنجليزية عام 1934 بأمر من سلطانها في ذلك الوقت عمر بن عوض القعيطي، الذي أنشئ في عهده أيضاً قصر المعين عام 1925. وفي مدينة المكلا اليوم العديد من الجامعات والمعاهد والمراكز الأكاديمية، منها جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا بجميع فروعها وتخصصاتها. ومن أبرز معالم المكلا التي ما زالت قائمة حتى اليوم حسن الغويزي الشهير الذي يضاهي دار الحجر في صنعاء، حيث يقف الحسن على لسان جبلي بما يدل على براعة البنائين اليمنيين، ويقع في المدخل الشمالي الشرقي للمدينة على شارع الغويزي الذي يتصل بشارع المطار وشارع البستان. ويقال إن الحصن سمي بهذا الاسم في الأصل نسبة إلى أحد حراس المدينة في الماضي ويدعى سعيد الغويزي الذي عمل حارسا في الحصن وسمي باسمه. وتشتهر مدينة المكلا بخصائصها الروحية والدينية، ويمكن لزائر المدينة التعرف بسهولة على مكانتها الدينية من خلال انتشار المساجد والقباب فيها، كمسجد عمر الذي أسسه السلطان عمر بن عوض القعيطي في العام 1923، يعد أشهر مساجدها ومفخرة من مفاخر العمارة الإسلامية. ها هي المكلا بقيت مدينة عامرة ومتميزة بروعة مبانيها البيضاء ومعالمها التاريخية، غير أنها بدأت بالاختفاء تدريجيا لتهدم الكثير منها وإنشاء بنايات حديثة مكانها. يتوسطها خور المكلا، وهو قناة بحرية تخترق المدينة وتعد متنفسا لأهالي المنطقة وزوارها. كما تمتاز المدينة بطابع سياحي فريد، فشواطئها من أجمل شواطئ الجزيرة العربية. وما زالت مدينة المكلا تحتفظ حتى اليوم بالعديد من الشواهد والمعالم الأثرية والتاريخية التي تحكي فصولا من تاريخ هذه المدينة الآسرة بجمال طبيعتها وعراقة تاريخها.